اهلا وسهلا بيكم، معاكم نور الهدى منافع. النهارده هنشرح مع بعض الجزء الاول من درس رؤيه الفلسفه للاخلاق البيولوجيه والطبيه للثانويه العامه. معايا سؤال بيقول: هل سمعت عن البيوتيكا من قبل؟ هنخرج من الدرس ده بكذا حاجه، يعني ايه اخلاق تطبيقيه وبيولوجيه، كمان البيوتيكا والفلسفه، واخيرا ايه مجالات الاخلاق البيوطبيه. اول حاجه هناخدها مع بعض هو مفهوم الاخلاق التطبيقيه واخلاق البيوتيكا. تعالوا نشوف تعريف الاخلاق التطبيقيه. بيقول لي: هي مجموعه من القواعد الاخلاقيه العمليه التي تسعى لتنظيم الممارسه داخل مختلف ميادين العلم والتكنولوجيا. يبقى هي شويه قواعد شويه نظم اخلاقيه بنحطها عشان تعمل لي عمليه تنظيم جوه ميادين العلم والتكنولوجيا علشان نحل المشاكل الاخلاقيه، ويتم حل المشاكل الاخلاقيه دي عن طريق التوافق على المعالجه الاخلاقيه في الميادين دي. انا بتفق ان احنا هنعالج المشاكل دي بالطريقه دي. طيب نشوف الاخلاق البيولوجيه وايه تعريفها. بيقول لي: هي احد فروع الاخلاق التطبيقيه. الاخلاق البيولوجيه هي البيوتيكا. بيقول لي: هي فرع من فروع الاخلاق التطبيقيه اللي احنا لسه من شويه معرفينها، وتم استخدام لفظ البيوتيكا لاول مره سنه 1970 لما فان بوتر عرفها بأنها علم البقاء. طبعا ظهر ليها تعريفات كتير جدا، من أهمها تعريف جاكلين روز لما قالت إن البيوتيكا هي علم معياري بيهتم بالسلوك الإنساني اللي ممكن أقبله في إطار القضايا المتعلقة بالحياة والموت. يعني جاكلين بتشوف إن البيوتيكا أو الأخلاق البيولوجية هي علم معياري، علم ليه قواعده وليه قوانينه وليه ميزانه الخاص اللي بيهتم بسلوك الانسان المتعلق بيه، قضايا حياته وموته، وازاي يعرف يعيش الحياه بتاعته طبعا في ظل التقدم الطب والبيولوجيا. وبالتالي ممكن نعرف الاخلاق البيولوجيه بانها هي الدراسه الفلسفيه للجدل الاخلاقي الذي اوجده تقدم الطب والبيولوجيا وما ترتب عليه من مسائل اخلاقيه خاصه بالحياه. يبقى الاخلاق البيولوجيه هي دراسه الفلسفة للجدل الأخلاقي، للنقاش الأخلاقي اللي عمله تقدم، وطبعا اللي كان مرتبط بيه المسائل الأخلاقية الهامة زي حياة الإنسان وموت الإنسان. وبالتالي ظهر لينا إن الأخلاق البيوطبية هي الأخلاق، التطبيقات البيولوجية، الأخلاق اللي نتجت عن تدخل الإنسان في مواضع شديدة الحساسية زي الانجاب الصناعي ونقل الاعضاء والقتل الرحيم. عايز يقول لك ان فرع الاخلاق البيوطبيه ده ظهر نتيجه المشكلات، نتيجه وجود التقدم الطبي الموجود في اخلاق التطبيقات. بعد كده معانا البيوطيكا والفلسفه. العلاقه بينهم بيقول لك بدات من فرع من فروع الفلسفه. الفلسفه ليها ثلاث فروع: مبحث المعرفه او فرع المعرفه واللي هو الابستمولوجيا، وتاني فرع معايا هو الانتولوجيا او الوجود، والتالت هو مبحث القيم او الاكسيولوجيا. بيقولك ان البيوتيكا هي متفقة مع مبحث القيم، لان البيوتيكا في النهاية هي فكر اخلاقي، ومبحث القيم اللي هو بيدرس سلوك الانسان والحق والخير، يبقى هنا في اتفاق ما بين الفلسفة والبيوتيكا. تعالوا نشوف دور الفلاسفة في نشأة البيوتيكا. عندي دانيال كالهان، الراجل ده عمل على نشر البيوتيكا والتعريف بيها، وأسس مجلة ناطقة باسمها، وشارك كمان في تأسيس أول موسوعة علمية ليها. تاني واحد معايا هو هانز يونان، الراجل ده ساهم في عالمية الفكر البيوتيكي. إذا كان دانيال حاول ينشر البيوتيكا على إطار محدود، هانز نشرها في إطار العالم، وكمان أكد على الطابع الشمولي ليها، وده من خلال أخلاق البيئة اللي انتوا درستوها في أول درس. كمان طور مفهوم المسؤولية اللي خلاه الأجيال متعاقبة، وأخيرا أكد على خطورة الأبحاث الطبية على حاضر الإنسان ومستقبله. تعالوا نشوف الطابع الفلسفي للفكر البيوتيكي. بيقولك إن الفلاسفة هم أعضاء اللجان الأخلاقية اللي صاحبت الفكر البيوتيكي. لما ظهر الفكر البيوتيكي إيه هي اللجان الأخلاقية؟ اللجان دي مسؤولة عن تحديد اللي لازم يتعمل واللي ما يتعملش من ناحية الأخلاق في موضوع الطب. يعني لو مريض مثلا بيعاني بقاله فترة ومفيش أمل من شفائه، اللجنة دي بتطلع قرار بإن إحنا نفصل الأجهزة من على المريض عشان يرتاح، لأنه بيتألم ومفيش حل ليه. يبقى اللجان الأخلاقية هي اللي مسؤولة عن إعطاء القرارات الأخلاقية المتعلقة بالمرضى. وبيقولك إن معظم أعضاء اللجان دي هم فلاسفة، فبالتالي في علاقة ما بين الفلسفة والبيوتيكا. كمان ان عمل اصحاب الفكر البيوتيكي على التأكيد على الطابع العلمي والعملي، كمان هنلاقي الطابع الفلسفي موجود في
نزعت اصحاب الفكر البيوتيقي نزعتهم نزعه علميه وعمليه، وهلاقي ان النزعه دي موجوده في الفلسفه تحت اسم الفلسفه البراجماتيه. كمان هلاقي ان التكنولوجيا اظهرت لينا قضايا تثير الجدل الفلسفي والاخلاقي والديني والقانوني، ان التكنولوجيا الحيويه جابت لي مواضيع انا كفيلسوف اقدر ان انا اقعد اتكلم فيها واقول ايه اثارها وايه نتائجها وايه اسبابها، زي مثلا اطفال الانابيب والارحام المستاجره والموت الرحيم. كمان بتساهم البيوتيكا في ترسيخ قيم زي الديمقراطيه والحوار والتسامح، وكمان الفكر البيوتيكي جدد بعض المفاهيم والمصطلحات القديمه زي الحق والخير والواجب، وده من صميم الفلسفه. وكمان اتاح انه يبقى فيه تناقض عميق مع قضايا فلسفيه، يعني ما كانش بيوافق الفلسفه بس، لا ده كان بيقف صدها بيقول لها لا المفهوم ده مش مفهوم عميق، مش مفهوم متوسع بالدرجه اللي احنا عايزينها. بعد كده معانا مجالات الاخلاق البيوتوبيه. ايه مجالات الاخلاق البيوتوبيه دي؟ بيقولي عندي ثلاثه، اول مجال معايا هو اخلاق العياده، والتاني اخلاقيات البحث العلمي، واخيرا اخلاقيات السياسه الصحيه. طيب في اخلاق العياده من اسمها هو عايز يحط لي الاخلاق اللي بيتم التعامل بيها داخل العيادات، ودي بتحددها المؤسسات المعنيه. طب ليه؟ بيقول لي حتى يسهل اتخاذ القرار ورسم خريطه علاج واحترام المريض، التعامل مع المريض والتعامل مع الدكتور. طب يعني ايه برضو؟ وضح لي اكتر. بيقول لي ان هي بترتبط بما يواجه الاطباء من قرارات ومشكلات مع المرضى في العياده، زي ما حددها ديفيد روم. طب في اخلاقيات البحث العلمي بيقول لي هي بيان الجوانب الاخلاقيه في الابحاث العلميه اللي بتتخذ الانسان او جزء منه موضوعا ليها، اللي هي فكره التجارب على البشر. طيب ده بيتطلب ايه؟ قال لي بيتطلب مراعاه مطالب المرضى في العلاج، وكمان مراعاه المسؤوليه الطبيه نحو المرضى، واخيرا تحقيق السعاده لجميع افراد المجتمع. طب اخلاقيات السياسه الصحيه بيقول لي هي مجموعه من القوانين اللي بتضعها السلطات لجميع المواطنين دون تمييز، ودي بتتحدد في ثلاث مستويات: الصحه العموميه ومنظومه العلاج وتوفير الموارد الصحيه. في الصحه العموميه هو عايز يوفر شروط الوقايه والصحه وحمايه الافراد الصحيه. في منظومه العلاج هو بيحط لي مبادئ تقدم الخدمه الصحيه للمواطنين في اي منطقه، ليه فكره وجود المستشفيات او عربيات الاسعاف. طب وتوفير الموارد الصحيه اللي هي توفير الادويه او توفير العلاج. ايه دور السلطات المختصه؟ ان لازم تدي للمواطن حقه في معرفه هذه التنظيمات، وكمان تحقق الحريه وكرامه المرضى، وتحقق العداله والمساواه في الحصول على الخدمات العلاجيه والالتزام بالمواثيق الدوليه سواء كانت في القطاع الحكومي او الخاص. دلوقتي معانا ملخص اللي احنا اتعلمناه في الدرس. خدنا مع بعض تعريف الاخلاق التطبيقيه والبيولوجيه، وقلنا ان الاخلاق التطبيقيه هي مجموعه من القواعد اللي بيتم تنفيذها او تطبيقها في ميادين العلم والتكنولوجيا، والاخلاق البيولوجيه قلنا ان هي فرع من الاخلاق التطبيقيه واللي هي علم البقاء، ده اللي قال عليه فان بوتر، وكمان خدنا تعريفات جاكلين روز. البيوتيكا والفلسفه خدنا العلاقه بين البيوتيكا والفلسفه عن طريق مبحث القيم، وخدنا دور الفلاسفه في البيوتيكا زي هانز يوناز، وكمان خدنا الطابع الفلسفي للبيوتيك، واخيرا خدنا مجالات الاخلاق البيوتوبيه اللي هي اخلاق العياده واخلاقيات البحث العلمي والسياسه الصحيه. معايا سؤال، تعالوا نحله مع بعض، صح ام خطا تتحدد اخلاقيات السياسه الصحيه في ثلاث مستويات رئيسيه؟ طبعا العباره صحيحه، هنقول منظومه العلاج، ونقول كمان توفير الموارد الاساسيه او الصحيه. اول ما نستخدم لفظ البيوتيكا هو العالم ديفيد رو، طبعا عبارة خاطئة، هو فان بوتر علم البقاء، لم يساهم يوناس في نشر الفكر البيوتيكي عالميا، طبعا عبارة خاطئة، ونقول اسهامات يوناس في الفكر البيوتيكي. السؤال ده هتحله مع نفسك في البيت، توجد علاقة وثيقة بين البيوتيكا والفلسفة، برهن على صحة العبارة. مين ميز بين مجالات الاخلاق البيوتوبية؟ وتلاتة، هل ينعدم دور الفكر البيوتيكي في تجديد واثراء مضامين بعض المفاهيم القديمة؟ وضح ذلك. لو كان في اي سؤال ممكن تسيبه لينا في التعليقات، واحنا ان شاء الله هنجاوب عليه، واستنونا في الجزء الثاني من الدرس. وبكده نكون خلصنا الدرس بتاعنا النهارده من نفهم نتعلم ببساطه.